مرحبا. صباح الخير. لاباس عليك؟ عايشك ربي يفضلك. تعرف علي؟ علي العكاري. سالي مرحبا بك، نشرفوا بك سالي. نحكي معك على البطاله في تونس. البطاله والله شيء اسف، عندي وليد اجي دو 27 27 سنه هاو كراقد في الدار، فهمني؟ عمل 4 سنين ستاج، والله الوزير نتاع الشؤون الاجتماعيه كل عام يجيب جائزه ويتصور معاه من جمله التلامذه الكل. عمل 4 سنين خذا شات نجاح. انا بسيفتي نخدم في وزاره الصحه، معناتها في السبيطار في المستشفى. كلمت المدير قال لي ندخلوه معانا في الكوجينه. دخل خدم معاه مين في الكوجينه، جات حي الزهور نتاع التكوين المهني والتشغيل، عملوا له امتحان نجح. من اللي نجح المديره اعطتني في فورابل، قالت لي تو ندخلوه معانا. اما هاني صححتك كونكوالي هي حاجتها به. قالت لي نعرف وليد وعاقل وخدام ويجي بكري ويروح مخر وسيرفيال وكل شيء. قالت لي برا امشي به للدار الجهويه المطلب هذا. مشيت قدمت روحي للمديره الجهويه مدام السنوسي. اليوم غدوه اليوم غدوه مدمي لساس خذت نمرويه لتو ما جاوبوني. ولدي ملوح في الدار حتى نفسيتي تعبت. ولدك هو من حقك يتلوش خدمه لولدك. علاش ما قبلش اي خدمه اخرى؟ مثلا شنو هو اختصاص؟ فما برشا، هو ما تقوليش اختصاص لانه هو حد الابتدائي. كان ينجم يعمل اي حكايه ويقبل اي حاجه اخرى ويتعلم اي صنعه، يتعلم اي صنعه يجي يخدم اي خدمه. عمل 6 سنين في الصنعه. مش قعد 6 سنين في الصنعه ومن بعد ما دبرت له. 4 سنين في التكوين عطوه شهاده نجاح. في التكوين شنو بالضبط؟ في التسفير كيس فدير اللي هي المطبعه تاع تصوير اوراق و معناتها توسكي المطبعه. دخلت وانا معايا للسبيطار ما فمش بوست نتاع مطبعه واحد. شفتي انا نضيف ونخدم على روحي والمدير يحبني كل شيء، قال لي نحطوه في الكوجينه. عمل العامين في الكوجينه امور واضحه، كمل العامين اللي ينجح يخرج. العامين كان يخدم فيهم؟ كان يخدم في الكوجينه. وما كان يخلص ولا؟ يخلص بداها بينكم ب 120 حتى وصل ل 180 دينار. اكل العامين هذوك كل مره يزيدوه تبع التكوين المهني والتشغيل. هكا هاكا تو في الدار ملوح من 2016 جوسكا بريزون يل ترافاي با يخدم. ما فهمتش انا 27 وقتاش باش يخدم باش ياخذ وان تريت وقتاش وقتاش وقتاش. والله كي ندخل للدار ونشوف وراقي نذوب. عندك كان هو؟ لا عندي ولاد اخرين، هما الاخرين قارين ويخدموا. قارين ولادك الاخرين بالله؟ انا عندي واحد قاري في الجامعه 4 سنين تو يخدم في كارفور المرسى. شفت اللي يقرا في الجامعه كوميم في الجامعه ويخدم كارفور في المرسى، مسؤول كونتابيليتي شنو؟ اي صحيتي شيف دوريون. وعندي ولايد في كندا وعندي بنيه معرسه في فرنسا. قعد لي راس الوليد هذايا شيء اقل واحد اقرا اصغر واحد اقل واحد اقرا اقل واحد فهمني. 4 سنين من 2016 لتو هو راقد في الدار. وانا نسكن في حومه شعبيه اكلي ما تصلحش، لا نخليه يخرج لا يخالط لا حد شيء. تلفزه بورتابل يتفرج في كل وحدات سيكونسات ودار شنو، وحتى كان جاي يفهمهم مليح. ما تعرفي باش نقول لك حاجه، هو اليوم عمره 27 عام وخرج من القرايه ملي هو صغير. انت ولدك اللي في كندا عنده قداش معاه؟ 2 ans. دوزون مازال جديد. وبنتك الاخرى في الخارج زاده؟ في باريس. قداش عندها؟ معرسه عندها 6 ans. ريت 6 سنين. مانيش باش نتدخل فيكم انتم كعائله ولا حاجه، ولكن بصفه عامه كي تكون حد في الخارج وعندك خوك راه تنجم تحرك له عام واثنين وثلاثه وتخرجوا معك للخارج. الخارج هو على فكره الوليد هذا الصغير عنده اعاقه عضويه، فهمتني؟ ومن هذوكم من اللي يبجلوهم ولا ومشيت المعتمد مد. اعاقه شنو نوعها اللي ينجم يخدم؟ ايدي هكا شويه اي زوز دايرين شويه حطك باش يسلم لما يدور هكا. ابار سا جونتي عاقل في مخه تبارك الله بدين. معناتها جوست كان هذيك تاع الشؤون الاجتماعيه مش عندهم الاولويه باش يخدموا. اختي ورس بنتي اللي خليت معتمد، اللي خليت الشؤون الاجتماعيه المرشده، حتى ريت فما برشا ياخذوا في منح نتاعك ال 210 ولا قداش. والله ولدي يدور ولا ياخذ. ونكلمهم يقولوا لي تو اعمل مطلب تو نشوفوا جوسكا بريزون.
عاد حاير منه هو، عاد حاير عليه هو الوحيد اللي حاير عليه، نرقد بيه نقوم بيه بالله العظيم، اشتر عمري طاح منه هو. خايف انا من الدنيا ماشي وتصعب بنتي العزيزه، وياك تشوفي في الوضع هو. ظروف ما تسمحش انك تعمل له مشروع صغير، فما برشا مشاريع. ايه انا عملت السسمه للمرشده، قالوا لي برا جيب لنا ديفيات نتاع، حبيت نعمل له كشك وكريت وللمحل، ودفعت الاوراق وجبت ديفيات نتاع التوسكي هيك الكشك مثلا، من اسمه الشيبس، من ياغورت، من حلوى، من دخ، ما بعثوليش شيء. طيش غادي واستنى تطل عليه يقول لك مازال لازم تقعد تمشي وتجي عليهم. عايشك والله، كان كتب مكتوب غدوه نجيب الكرطابه نورديك. انت عندك البلاصه اللي تنجم تعمل فيها الكشك؟ بالطبيعه. فما منافسين اخرين ايش يحبوا يحلوا في نفس البلاصه؟ لا 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 يا با. علاش ما المسؤولين في جهتك علاش ما عارف؟ بلا معرفه ما تعيش. مين يذي بالمعرفه؟ الله ينصر لنا قيس سعيد، هذاك الوحيد كان جو 10 ولا 20 منه راهي دولتنا لبس عليه. باش نحكي برشا سياسه باش ما نظهرش وكانه نوجهوا فيك احنا. انت رايك حر فيه، انت رايك حر فيه بالطبيعه. نحكوا الحق والواقع، والرسم يقول سكان ربي، وهذاك هو، والحمد لله ماشي الدنيا في خير. ما الله غالب، فما عباد ما تخافش رب. اليوم انت حكيت على ولدك اللي عمره 27 عام، يحمل نوع من الاعاقه، ما معناه كان قادر يخدم اموره مريقله. اليوم الاف الشباب تونسي خريجي جامعات وبطاله، خريجي جامعات ويخدموا في المرمى، كان خلطوا عليها المرمى. بالنسبه لولدي انا البوست السهله ينجم يدبرها ويخدم فيها، حتى شاوش حتى، فهمتني؟ مش كيما الاخرين يبدو يحبوا بيرو ويحبوا واحد. ولدي انا نعرفه يرضى، نقول له اقعد فم يقعد فم، شاوش سوجيكات اي حاجه في الاداره، فهمتني؟ وهذاك هو. برشا اولياء كيف كنت اليوم حايرين من صغارهم، يقول لك انا خايف لا نخليهم بعد ما يلقاش روحه وما يلقاش خدمه ريتريت، يكون ما عندوش سي نورمال. باللي 27 سنه وداخل في 28، ايش باش تعمل له ترى؟ ايش باش تعمل؟ كان جاء عندي حيل انا ريتريتي ما عنديش انا، الزوز فرنك ناخذهم شو يعيشوني. خوتو واقفين معاه؟ خوتو المراه بنتي معرسه في فرنسا، هي راس رجلها وعندها زوليدات. الاخر في كندا يكلمنا مره في الشهرين في 3 شهور، وصعيبه وخرج ومونا. شنو يخدم في كندا؟ دخل في الريستوراسيون، شيرت الحمامات، فما بقعه يعلموا فيها في الواحد، ونجح وخدم فيه شويه وتله زوز ثلاثه، ومن بعد دز مطلب ما ندريش نتاع الخروج لكندا، حتى النهار اللي جا مسافر قال لنا. نقول لك حاجه، كندا سفر لكندا، هل بالحق انه لازم يحضر فلوس؟ معناها خاطر لازم فلوس في الكونت ولا؟ لا 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 لا، هو كان البي تسلفنا له 3 ملايين ستو، اما ابار سا ما حد شيء، لا كونت في البنك ولا حد شيء، فهمتني؟ شكرا لك، بارك الله فيك وربي يعينكم.